اهلا بك يا اصحابي. دلوقتي البالون هياخدنا ويطير في مغامره جديده مع يحيى وكنوز وسينو عن الاكتشافات الحديثه في مصر القديمه. يلا بينا نشوف. قريتوا الخبر ده؟ خبر ايه يا كنوز؟ اكتشاف جديد لاثار من الحضاره المصريه القديمه. هو معقول لحد دلوقتي وبعد الاف السنين لسه في عصركم بتكتشفوا اثار من الحضاره المصريه؟ علماء الآثار يا سينو بيأكدوا إن مصر فيها آثار لسه محدش اكتشفها من كل العصور القديمة، ما تقلش أهمية وعظمة عن اللي تم اكتشافها. وده معناه إن في السنين اللي جاية هيكون في اكتشافات جديدة كمان. تعرفوا نفسي في إيه؟ نفسي اكتشاف من الاكتشافات العظيمة دي يتعمل فيلم سينما والعالم كله يتفرج عليه. طبعاً أنت يا سينو عاوز تعرف يعني إيه السينما؟ السينما هي المكان اللي الجمهور بيدخله عشان يتفرج على فيلم تصور من الممثلين. تحب أقول لك بقى مين أشهر ممثلين في عصركم؟ إيه ده يا سينو؟ عرفت كل ده إمتى؟ واوعى تقول لي إن أصل السينما كان موجود في كيمت. لا يا يحيى، أنا اللي شرحت له، شافني بتفرج على فيلم وشرحت له كل حاجة أعرفها عن السينما والتمثيل. بس ده ما يمنعش أقول لك المفاجأة، وهي إن فن التمثيل كان موجود فعلا في كيمت. ممكن يكونوا أخدوه من حضارات تانية زي الحضارة اليونانية مثلا. لا، المصريين القدماء عرفوا فن التمثيل والعروض المسرحية قبل الحضارة اليونانية. قالوا الشعر على المسرح وكانوا بيمثلوا هم لابسين أقنعة على وشوشهم. نرجع بقى للخبر اللي كانت بتقراه كنوز. لو فعلا الاكتشافات الأثرية كل ده لسه ما خلصتش، إيه هي أهم الآثار اللي تم اكتشافها في العصر الحديث؟ من سنين طويلة يا سينو والاهتمام بالحضارة المصرية زاد وبقى بيمثل هوية مميزة لكل اللي عايش على أرض مصر، وده خلينا نحب ونهتم بكل شيء يخص مصر القديمة. ومن الاكتشافات المهمة كان اكتشاف خبيئة الدير البحري في الأقصر. الحكاية دي يا سينو بدأت من حوالي 120 سنة. في يوم من الأيام كان راعي غنم قاعد بيرعى أغنامه في صخرة في محافظة الأقصر، واحدة من الماعز اللي معاه جريت بعيد وفضلت تجري وتلعب من غير ما صاحبها ياخد باله. وفجأة لاحظ إن الماعز بتوعه ناقصين واحدة، فضل يدور عليها في كل مكان لحد ما لقاها واقفة فوق مكان، ولما بص كويس لقى إنه سرداب لتحت الأرض. قرر راعي الغنم ينزل، ولما نزل لقى قدامه الكنز. بعد فترة قدر علماء الآثار وقتها يوصلوا للمكان وتم الإعلان عنه باسم اكتشاف خبيئة الدير البحري. اكتشفوا مومياوات ملوك كتير زي سقن نراع وأحمس وتحتمس الثاني والثالث ورمسيس الأول ورمسيس الثاني، ومومياوات لسيدات من الأسر الملكية برضو زي مومياء أحمس نيفرتاري. ودي المومياوات الذهبية يعتبر من أهم اكتشافات القرن 21، وتعتبر أكبر مكان دفن تم اكتشافه للعصر الروماني واليوناني في تاريخ مصر. وفي كمان اكتشاف مهم قوي، وهو اكتشاف مقابر كوم الشؤافة. الأستاذ عصام حكى لنا عن الموضوع ده وكانت صدفة عجيبة. في يوم من الأيام حمار كان ماشي عادي، وفجأة الحمار اختفى، وبعد ما دوروا عليه اكتشفوا انه وقع في حفرة 12 متر. ومن هنا اكتشفوا واحد من أهم الاكتشافات اللي فيه فنون من العصر المصري القديم والعصر الروماني واليوناني كمان. ده غير الاكتشاف الأعظم في تاريخنا، وهو اكتشاف كنوز الملك توت عنخ آمون. أيوة احكولي بقى، احكولي ازاي اكتشفتوا كنوز الملك توت؟ لا دي حكاية طويلة، نخلص مذاكرة ونحكي لك يا سينو. اتفقنا، أكون أنا خلصت فيلم السينما اللي بشوفه.